اليوم ان شاء الله كما شفتوا درنا واحد لا تورني، احنا مورغانيزين واحد لا تورني ناسيونال انترناسيونال دي ماستر كلاس ميك اب افيك جواد قنانه بينغو. دونك هادي سي واحد لا فورماسيون اللي كنديروها في بليزيور فيل. غادي تكون بدينا بواحد لا تورني ناسيونال، يعني واحد الدوره التكوينيه في مختلف المدن المغربيه، من بينها اليوم حاضرين في فاس لو 12 لو 13 ان شاء الله في مكناس. ابخي عندنا طنجي، اكادير، مراكش، كازا، الرباط. وابخي ان شاء الله غادي تكون دورات اخرى في اوروبا، الجزائر، تونس والخليج. هذه واحد لا فورماسيون اللي سي جواد قنانة كي يعلم لي ماكيوز ولي ماكيور في كل مدينه لي زاستيس نتاع الماكياج، كدير تحط ماكياج صحيح، يعني من ا حتى للزيت، كدير تحط لو تان صحيح، لو كونتورين، كدير تحط لي فوسيل بلا ما تبكي في العروسه. يعني بليزيور اسوس كيحطهم اللي فريمون كاين ان مونك في هذا لو دومين. هذا الحضور ديالي هنايا في الماستر كلاس كان من تنظيم شركه الويم، والمسؤول على الماكياج بيان هي نضوان. كانت صراحه الله فكره زوينه وكان الاقبال عليها، يعني ما كنتش متوقع ان هذا الاقبال ديال الناس للحضور يكون بهذه الكثافه. الحمد لله جربنا واحد المنتوج اللي هو مغربي، لواحد لا مارك مغربيه اللي شقات الطريق ديالها. صراحه ما عمرني خدمت بها، ولكن البارح واليوم خدمت لقيت ان احسن بزاف لي مارك باش خدمت، لا بالنسبه للوتان ديالهم، لا بالنسبه للفاغابوبيغ ديالهم، لا بالنسبه دمج الالوان، طريقه دمج الالوان يعني خطيره. والحمد لله يعني كنفتخر كمغاربه فاش تكون واحد لا مارك اللي هي مغربيه اللي بدات وغادي ان شاء الله توصل كما نقولوا للعالميه. وانا جد سعيد يعني باش نكون هنا يعني كوجه اعلامي لا مارك وكوجه اعلامي لجواد بينغو اللي بريزونتي البرودوي ديال يانا دوان، وكذلك يوريهم طريقة ديال جواد بينغو في وضع المكياج، في الخفايا ديال كيفاش تخدم المكياج، كيفاش تحطو، كيفاش تضعو، يعني حتى البروبليم اللي وقع لك هذا يعني كاع دوك الخفايا وريتهم للناس اللي حاضرين. وكان كذلك تفاعل لان الناس حبوا المكياج وخداوه وشراوه، والحمد لله هذا في حد ذاته راه نجاح. فدوى ميك اب ارتست، وحنا جينا اليوم باش نحضروا الفورماسيون ديال جواد بينغو باش نعرفوا السر والخبايا ديالو والطريقه ديال لو تانت اللي باش كيخدم. وفعلا تعلمنا الطريقه باش كيخدم لو تانت وكيفاش كيصوب الحجبان وكيفاش كنحطوا الفاغا بوبيغ فوق العين والطريقه ديالو الخبايا ديالها ورانا ما وراء الكواليس. تعلمنا شحال من حاجه، كنتمنوا لي ميك اب ارتست كبار حتى هما يديروا هذه المبادره وتحنايا يعني نتعلموا منهم. والحمد لله كنتمنى التوفيق لكل جميع لي ميك اب ارتست الصغار، وتحنا كنتمنوا من الله باش نزيدوا القدام ونوليو حتى حنا مشهورين وبحالنا بحال جواد بينغو وامثاله. دوا بن قاده ميك اب ارتست، وكنخدمت على كواف، عندي واحد المحل على قدي، وجيت باش ندير واحد فورماسيون مع جواد قنانه. يعني وتعلمنا بزاف د الحوايج، وعلمنا كيفاش نديرو لو تان، كيفاش نخدمو الحجبان، كيفاش نخدمو العينين، ويعني استفدنا بزاف. ميك اب ارتست كاوتر، جينا هنا باش نحضروا الفورماسيون ديال جواد قنانه اللي كانت الصراحه في المستوى واستفدنا فيها، زادنا على لي باز ديالنا وعطانا شي قواعد جداد باش نخدموا. ورانا التقنيات الصراحه ما بخلش علينا، عطانا التقنيات ديالو اللي كيستعمل مع العرايتات ديالو. وكنتمنى يكونوا هاد الدوره التدريبيه هنا في فاس بزاف، لاننا الصراحه كنفتقدوهم. ومن هذا المنبر كنتمنى من لي ميك اب ارتست المعروفين يجيو عندنا لفاس يزورونا ويديروا دورات تكوينيه للطلاب ديالنا. وميرسي بوكو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.